والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر أو يسري في قراءتين قلنا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر فيه معنيين، معنى المنع ومعنى الحد، فهو منع من التجاوز وحد. هذه مهمة، وبالتالي بيكون فيه حفظ، حفظ بحدود ومنع من تجاوزها. إذن معناته الشيء اللي بده يتم الحديث فيه له علاقة بهذا الجانب من العقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا تلخيص للشيء الماضي، تلخيص للشيء الماضي. ألم ترى كيف فعل، وبعدين بنشوف العلاقة فيما بعد، نشوف العلاقة بعدين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد حدد القرآن موقعها في سور ثانية في منطقة الأحقاف بين اليمن وعمان. عاد إذا بتلاحظوا القرآن دائما لما بذكر أقدم أمة في الأمم دائما بذكر بيبدأ بقوم نوح، لأنه أقدم أول نبي هو آدم وأول رسول هو نوح. دائما بعد نوح بنلاحظ إنه عاد، إذا أقدم شيء عاد. ولذلك الشيء لما يكون قديم جدا العرب بتقول عادي، عادي يعني بيرجع لأيام، كأنه بيرجع كيف لما بيقولوا اليوم المسجد العماني، يعني نسبة إلى أيام عمر بن الخطاب وإنه إشي يعني إله زمان بشكل. والعرب إذن صارت تنسب إلى عاد عادي، لأنه أكثر أبعد أمة معروف يعني معروفة تاريخيا، لأنه قوم نوح على فكرة عشان قضية الطوفان والتفاصيل وما فيش أثار على الأرض وإلى آخره. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب وين شفنا إحنا إنه ما فعل بعاد؟ بالسور الثانية كثير ذكر عاد، وذكر كيف إنه أهلكهم مثلا من ضمن ما ذكر سبق قلنا عن الريح العقيم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى، وقلنا إنه هذا بيعني إنه بدأت العذاب إيش نهارا وانتهى إيش نهارا. والعجيب إنه القرآن في هذه الأمم التي أهلكت وأبيدت أهلكت دائما في الصباح عند الفجر وعند الصبح، كلهم بدون استثناء عند الصبح، وهذا إلها دلالة ممكن وإحنا نمشي على يعني نتطرق لدلالتها. الإهلاك ما يكون بالليل، الليل سكن هدوء، الليل صفاء، الليل تفرغ للعبادة، الليل الليل أي الليل. لكن هو لما الله سبحانه وتعالى لما كان بيأخذهم فجر وصبح وشروق تشرق الشمس، سواء كان قوم عاد أو ثمود أو لوط أو قوم فرعون، قصدي مش قوم فرعون، نظام فرعون، لأنه عند فرعون بدت قانون جديد، مش الأمم تأخذ، النظام فرعون وكيانه السياسي وجنوده. إلا أنه بجوز بعض الناس يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. لا، هو في احتمال، مش وقته الآن، في احتمال أنه الكلام عن قضية نهاية الكرة الأرضية، وعندها لابد أن نقول ليلا أو نهارا، لأنه أصلا بتكون الأرض فيها ليل ونهار مع بعض. إذا كان بده يكون في تسليط على أمة بعينها، في تركيز على أن يكون هذا التسليط في الصباح، في الفجر، شروق هذا الوقت، يعني بداية النهار. وبدناش ننسى أنه موضوع بداية النهار، ولاحظوا هو بداية الحركة في الأرض والنشاط، يعني الليل سكن بس الحركة والنشاط والبناء الحضاري وبناء المدنيات والتفاصيل في الأصل إيش؟ بيعلن عن بدء مين؟ فجر، كأنه دبت الحياة، لأنه الليل بيشبه الموت، لذلك يتوفاكم بالليل، والوفاء أخذ الإنسان وافي. عاد إذا كانت في منطقة الأحقاف، إرم ذات العماد، طبعا هم قالوا إنه هل هي إرم اسم قبيلة ولا اسم مدينة؟ وما فيش داعي للخوض طويل في المسألة. ليش؟ لأنه كثير ما كانت أحيانا تسمى المدن بأسماء والدول بأسماء القبائل، عندما تقول آشور
أنت ممكن تقصد الأشوريين كقوم أو تقصد أشور المملكة. ألم ترك كيف فعلك فعل ربك بعاد؟ أني عاد إرم ذات العماد، ذات العماد. قبل ما نقول ذات العماد، قلنا إذن هي وين عاد موجودة؟ في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب الجزيرة العربية، واليوم في منطقة تقدر تقول ضمن التقسيم السياسي في عمان، في عمان بالذات، في منطقة ظفار، في منطقة ظفار. وكان في محاولات كثيرة لاكتشاف، لأنها هي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عاد لا ما فيش لها آثار إطلاقا، هي تحت الرمال. الآن في العصور الحديثة على فكرة بدت محاولات، حتى من أيام هذا اللي اسمه لورنس العرب، اللي كان جاي عند العرب أيام الدولة العثمانية وبعثته بريطانيا وصار صحبة مع الدشاديش. المهم لورنس العرب كان له محاولة، في محاولة استكشاف منطقة وين إرم هذه. طبعا القرآن حدد بالضبط وقال الأحقاف، ونادر القرآن ما يحدد مواقع، وهون يسمي اسم البلد كمان، ونادر ما يسمي اسم البلد، فقال إرم ذات العماد. وبعدين أنذر قومه وين؟ أيوة بالأحقاف، بالأحقاف، وحدد بالضبط. أما طبعا شو معنى الأحقاف هذه ما بتعنيناش الآن، بس هي إذن المنطقة اليوم موجودة في الظفار. بقيت المحاولات 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 حتى سنة 1991. 1991 جت بعثات مشتركة غربية مع عربية في محاولة استكشاف إرم ذات العماد. استعانوا، بقيت طبعا من سنة 91 أظن إلى 98 ممكن، استعانوا بالأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية الآن في رادارات بإمكانها تصور تحت الرمال بأبعاد ضخمة، فجت الصور بخارطة الطرق وملتقى طرق وتفاصيل. هذا ساعد صور، لاحظوا هي رمال عشرات الأمتار، حتى في بعضهم قال يعني 183 متر ممكن يكون الرمل فوق المنطقة. وإذا بهم بيكتشفوا مقدمات هذه المدينة اللي هي إيران، وكان وقتها التعقيب من بعض الصحف العربية إنه وما تم اكتشافه حتى الآن يطابق ما جاء في القرآن، ومن ضمن ما يطابق إنه كأنهم في بحوثهم بيقولوا لابد مثل هذا الانطمار اللي تم بكميات هائلة من الرمال، هذا ممكن لابد أن يكون بشيء غير طبيعي حصل. هو القرآن إذا بتلاحظ هو تحدث إيش؟ سخرها عليهم هذه الريح العاتية، سماها عاتية، عاتية. ودير بالكم ما هي قريبة من أواخر الربع الخالي، صحراء الربع الخالي، الجنوب الربع الخالي، رمال هائلة بشكل. تصوروا لما قال سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، هذه الريح العاتية، أول شيء الريح ثم ما تسفير الريح، مش وقته يعني، مش موضوعنا كيف خلقهم. إذا حددنا الموقع وتم اكتشاف الآن الموقع، ووجدوا هناك علامات على أنه هذول الجماعة كانوا على مستوى. ولذلك شو قال؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إذن غالبا هي بلد لم يخلق مثلها في البلاد، سواء كان البلد أو القوم، القوم اللي وصلوا لهذا المستوى، البلد أو القوم اللي وصلوا إلى هذا المستوى لم يخلق مثلها. يخلقون جيد، نوقف لقضية إنه الخلق ممكن يفعله البشر، يعني البشر ممكن يخلقوا، زي ما بتوهم البعض إنه لا يجوز أن نقول إنه البشر بيخلقوا، لا البشر بيخلقوا، وبدليل قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن في خالقين. وعيسى عليه السلام بيقول لقومه
أني أخلق لكم من الطين كهيئة أخلق لكم من الطين. فالخلق على فكرة اليوم مثلا اللي بيصنع التلفزيون هذا هو من مواد موجودة خلق، لكن الخالق ما هو أنت بتعلم والخالق بيعلم، بس وين علمه علم؟ أنت عندك حكمة والخالق عنده حكمة، بس وين هذا من هذا؟ أنت بتبصر وهو يبصر، أنت بتسمع وهو يسمع، بشكل أنت بتخلق وهو يخلق، هو بيخلق من العدم وبيخلق من الوجود، أنت بتخلق من وجود، إذا فيش إشكال. ولذلك بيقولوا في الأدب عمل خلاق، شك مقصود إرم المدينة التي لم يخلق مثلها. مين اللي خلق؟ هي اللي خلق هم عاد عاد وبيخلقوا. إذا فهمنا نعم بيخلق، فيش إشكال. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، ذات العماد يعني هل هي ذات الأعمدة؟ يعني كانت المدينة ذات أعمدة؟ يبدو لي، وإن كان بدها دراسات أكثر، هو قيل إنه فيها كذا أعمدة ضخمة جدا وكثيرة، أعمدة ضخمة وكثيرة، بيصل أحيانا بعض الأعمدة نصف قطره 3 متر، طوله 9 و10 و12 متر بالعمود، من الآثار اللي عم توجد من الضخامة. طب هل بيقصد ذات العماد يعني المدينة كانت تقوم في أساسها على أعمدة؟ أعمدة هون جيد أنه نلفت الانتباه إلى أنه شو المقصود بذات العماد. شو المقصود بذات العماد؟ أنتم ما بتلاحظوا مثلا، أنت بتقول أنا بعتمد على كذا، بعتمد على كذا، شو يعني تعتمد على كذا؟ أنا يعني بركن إلى كذا، أنا بميل وبركن إلى كذا وبستند إله. فكل ما، إذا شو معنى ذات العماد؟ إذا هذه المدينة بقومها كان متوفر لديهم، لاحظوا إيش الأشياء التي يعتمد عليها ويركن إليها. فإذا كانت مدينة فهي من الضخام بمكان أنها تحقق إيش الحماية وممكن الاستناد إلها. طيب ممكن يكون عندي أنا مدينة ضخمة وبستند إليها لما بيجوني الأعداء، طب ما بدي أكل وأشرب، بدي أعتمد على في الرزق، على إيش بدي أعتمد؟ فهي إذا معناته يتوافر فيها كل ما يعتمد عليه ويستند ويركن إليه. لما القرآن جاء قال إنها في الأحقاف وإرم ذات العماد والتفاصيل، لازم ننتبه إنه معناته بقول لنا بدكم توصلوها ولازم تعرفوها، وإذا عرفنا اليوم جزء منها والآن في مساحات مكتشفة راح يكتشفوا أكثر يفترض.